السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. اليوم مقطعنا يا شباب راح يكون Call of Duty Warzone Mobile Modern Warfare 2. اضرب لك مثال، يعني باتل رويال يعني جيم مال وارزون الحقيقي اللي هو عبارة عن 120 لاعب. 120 لاعب مثل ما سمعت يا عزيز وعزيزة مشاهدة بأذنيك الصغيرتين الناعمتين، 120 لاعب حقيقي، ماكو اي بوت، مو مثل ذيك اللعبة التصمتك 50 لاعب و50 بوت. يا شباب اللي ما مشترك يشترك وخلونا لايك لهذا الفيديو، اتمنى تكون لكم مشاهده ممتعه. خليكم والفيديو في مالا، لا مو في مالا، يعني هاي نهايه الفيديو، لا يا قصدي يعني خليكم والفيديو. اوه يا شباب 118 لاعب، لا 120، وين ال 20؟ وين الاثنين البقيه؟ اكتشف انت تقشمرن على الناس، وين ال 120 لاعب؟ انا ما اريد ال 118، اريد الاثنين اللاعب وين. واخيرا عرفت انه هذا الصوت يعني صوت صندوق. شنو غبي ما ادري شو افكر، الاسباله صوت طياره. واشوف لعيب دائره مدايره بالخريطه قاعد اشوفهم، ذني نقاط الحمر. شوفوا هذا صندوق، تعال افتح يا ربي يطينا السلاح بحال. حلو هاي اي كي، هذا واحد وبلع واحد قاعد اطيها قدامك على مود تموت. They said I couldn't be a sniper. اوف جوني جوني اح هالمين هالمين وراي، والله انا غبي. شوف شوف الفينش شباب، شوف لا هذا فتح الباب اح اوخ. شوف الباب ما خلانا نشوف اي شيء يا شباب. الشغلة البعتي الوحيدة اللي ما قاعد افهمها هي اللاعب منين يجيني يا جي. شوف شوف الفينش، باع الفينش باع الفينش باع الفينش اح اح. بس هذا عنده سكن، هذا منين اللي هيك سكنه؟ تخيل ماكو اي بوت، يعني ماكو ماكو بوتات ماكو، يعني هذول كلهم ضدك لواي حقيقيين اعتقد. هذا هذا واحد يجي، هذا يا شباب ايه مزلق مزلق بكل حنية مزلق. اقو ما تاخذ كفر والله يتمزلق الغالي. هذا واحد وراه، شوفوا اكره السطح. ليش اكره السطح؟ من هاي السالفة. هذا جي ابلع ابلع يا اخي ابلع، موت مو تمزح. ما كاتني والله لو عده سلاح قوي اللي يشيلني. بس احنا شنو مكاننا بالاعراب هنا؟ قاتلين فوق السطح، ايش قاعد نسوي بالضبط؟ يو 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 لهذا السبب يريد يفنش، يريد يفنش، ما ادري فنش وراه. اجوا جماعته. تخيل يا عزيز وعزيز المشاهد، امنيا ما تروح ناس تغدرك، فلازم تكون حذر. هاي وحده اه نزل حرامات، ما عندنا طلق، ارادنا طلق، ارادنا لوت، ارادنا اروح اخذ ذيك المروحه. بس شلون والله يا شباب خوفه. صوت صوت هنا اه قلت لكم صوت. يا الله ابلع 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 ابلع. اركض اركض يا امير اركض، ما يدري بيك. لا 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 قلت لكم بكل مكان. منين فكي شده فكي شده هو شده. متت ها من كل مكان، لا تطلع بالاوفن. هاي بعد ما ميت يا غبي، والله الاسبال الميت تاني، والله الاسبال الميت. اتركني اتركني عالي. عوفني 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 يا الهي. باللحظة الاخيرة والله باللحظة الاخيرة باللحظة الاخيرة ما اطلع بعد اوبن ابد. قاعد يجي ها شنو؟ ها
هبي ما ضربني نيب. لا 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 بس خلنا نقتل هذا نتخلص من عده. تعال يلا اخر تريد تقتلني مو جايني طاير مكيف. تعال تريد تتغدى بينا تريد ما تتغدى بينا لا احنا نتغدى بيك. هذا واحد نزل هنا بالمظلة. نوب نوب سولو سكوات هذا نازل والله نازل فوق هاي اللي يبعرني. افتح هذا صندوق شبيه هذا صندوق بسلاح خايس وهاي ما اعرف شنو معناتها اعتقد هاي تلفيل السلاح. جت سيارة يا شباب شوي سيارة بيها سكن شنها قاعد دمج شنو اللي حت السائق وحده ضربه ما اعرف بعد. هذا واحد اوف اوف بالسياره راح يبشون عليك يشقوك. ذاك والله بعد ليش كم طلقه. صعد لي صعد لي اوه لا 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 والله مو وقتك مو وقتك الحمد لله كان يريف كان يريف قدامي. انا غبي انا ما فنشت انا غبي ما فنشت. الجيم الثاني ما ادري شلون اصارحكم انه كان بي مشكله بالصوت وكنت ما مسجل الصوت يعني صوت اللعبة مو ما مسجله. فتحت مايك اللعبة الغبي لا العفو مو الغبي اللعبة الجيدة الجميلة من تفتح المايك بيها يطلع الصوت ماكو باللعبة بالتصوير يعني هاي مشكلة مال بيها تبعتي ما محلولة. ف ماكو جيم ثاني وهذا الجيم الاول بس. واتمنى عجبكم الفيديو اكيد هو ما راح يعجبكم وراح تلغون الاشتراك وما راح تطون لايك بس عادي ما يخالف. في مال لهاية وها نسيت اقولكم شي ثاني احبكم وهاي في مال لا اكو صوت هالمرة. والله ما اعرف شو